ما تهدرش على القبائل. قبل ما تهدر على القبائل شلل فمك. الزول في لون الحباب دي مدكوالي طفارن لشان شرب ولام ثاني مرثن الحباب فضفار ذو فوذي دفكام ما أطاس يعني. حبابي اليوم جبت لكم هذا الفيديو نوضح فيه ما يلي، سمعوه ان شاء الله تتبعوه حتى الاخر تفهموا. في الوقت الذي كانت فيه المدرسة، مدرسة الوعي العروبي الإسلامي، تتكون فيه الشباب على الجهاد في أفغانستان وعلى الإسلام وعلى العروبة، كان رجال الخفاء في الجزف في منطقة القبائل يربون الشباب على الوطنية وعلى النضال. انت اللي راك تتهجم على القبائل، كي تهدر على الأغنية القبائلية اللي كانوا وقت الوقت يقولوا عليها الأغنية الخفيفة تعشطح ورطيح، يجوزها في اليتيمة. كي تهدر على الأغنية القبائلية قل مدرسة النضال. كي تسمع الأغنية القبائلية قل راني نتعلم. كي تحب تفهم شكون هما القبائل قل تعرفت عليهم في مدرسة أغانيهم. كي تحب تتعلم السياسة قل تعلمتها من الأغاني القبائلية. كي يهضرولك على النظام قل روح اسمع الأغاني القبائلية القديمة، معطوب أيتم قلات سليمان عاصم وهذا الذي جبت لكم أغنيته اليوم. كي يسقسوك على وش بيهم القبائل قل روح اسمع أغانيهم. كي يسقسوك كيفاش تقدموا القبائل في مستوى السياسي قل إنها أغانيهم. الفنان اللي جبته لكم اليوم ممنوع من أغانيه، ممنوعة في التلفزة الجزائرية وفي جميع وسائل الإعلام على ما أظن إلى يومنا هذا إلا البعض من أغانيه. شكون هو هذا الفنان؟ هو الفنان أيتم سلاين. أيتم سلاين من مشلي عين حمام، في أحد أغانيه القديمة جدا في الثمانينات. في الثمانينات علاش قلت لكم القبائل تكونوا عن طريق الاغاني ماشي المدرسه الشطح والرطيح اللي يوريوه لكم التلفزيون. اغنيه قديمه يغني فيها ويقول اللي رفع سلاح من بعد حطه يشبه اللي طلق مرأة وعاود تزوج بها. احنا قبائل عندنا عادة مليحة وماشي مليحة، نتعارفوا برك في وقت الشدة في وقت الضيق، كل واحد كيفاش ربطها والاخر يعسها. واحد بناها على الكرسي ويشعل فيها واخر بناها على دراهم ويتفقدها كي يعمر جيوبه ليجي يديها. مادام مازال الدخان، مادام مازال الدخان والجمر مازال النار، مازال القدام مازال القدام اللي رايحة ترقدنا، مازال قدام حوايج اللي رايحة ترقدنا، مازالهم يعمروا جيوب وإحنا راقدين. كي نوضو مرقاد نلقاو العرس كمل خلاص، ونعود نكملو رقادنا وخلونا راقدين. يا لو كان يولي زمانك يا جنوي الخدمي سكين، نتكيوك حتى تلحق للعظم.
يا لو كان يولي عميروش ويشوف ولا احمد دومري الحرمة تنحات من الدشور. بلدنا ولات مرارة، بلدنا ولات مرة كحلة للفحل للراجل كي يقول كلمة نعزلوه. ماتوا كاع رجال اللي كنا نشكيو لهم، رجال اللي كنا نشكيو لهم ماتوا كاع، بقينا حنا ما ذبحونا ما خلونا حيين. بلدنا تشبه الكرمة تاع طريق اللي يجي ياكل منها. جروحنا كل ما يبراو يتجدوا، كل ما يبراو يتجدوا، دارونا القيود، ربطونا بالقيود، ودرنا الباطل هو اللي يسير، الظالم هو اللي يسير. برد دمنا، دمنا برد كلمة تاع الجربة، ربطنا القيود، طحنا وما لقيناش وين نشدو. وراهم رجال، وراهم رجال اللي يحوسوا ويفهموا ويحييوا الكلام، يخرجوا الحق المدفون، ينبشوا في قبر الحق المدفون ويجبدوه. وراهم رجال، وراهم رجال اللي ما يقبلوش الباطل وما يخافوش منه كي يتلاقوا بيه، لا تلاقوا بيه. احنا اولاد، وعلاش احنا ود اولاد وقشوال ولا شتات شتات الحطب والتبن هكذا يعني، باسكو كاين كلمات صعيبه شويه. احنا اليوم الهجالات خير منا في الهمه والرجله، يضربونا ومازال يزيدوا يضربونا. نتمنى تكونوا فهمتوا هذه الاغاني القديمه اللي ربات الجزائريين او القبائل في وقت اللي كان 1980، هذه 1980 هكذا تربى الشباب الجزائري من الاغاني، وليست الاغاني اغاني الشطيح ورطيح اللي كانوا يهضروا عليها في تلك السنوات او بعد السنوات. هنا السر في تكوين السياسي لمنطقة القبائل، هنا السر في تطور القبيلي في السياسة. أغاني اللي ما تقدرش تلقاها في أي مناطق الوطن، تقول ليش كاين أغاني في الثمانينات لينوضوا ليفهموا الشعب ليكونوا الوطنية أو ليكونوا الشباب على النضال، ليست أغاني تحريضية وإنما هي أغاني فتح العيون. إن هذه هي مدرسة الوعي اللي تخرجوا منها رجال منطقة القبائل. ثانمية من الأحباب، أمنوا مازال يسكميل.